جديد القرية نتلمسه من احتياجات المواطن والزائر للقرية. وجدنا في السنوات الماضية أن المواطن يحتاج إلى أو الزائر للقرية يحتاج إلى أماكن للاستراحة وأماكن للترفيه. فأنشأنا أكثر من 36 استراحة عائلية، منها طبعا مطاعم ومنها مطاعم حتى ما تكون نعم شعبية. نعم هذه موجودة من زمان، لكن هذه السنة أنشأنا استراحات فردية للعوائل عبارة عن غرف محترمة لاستراحة العائلة فيها حوالي 36. أنشأنا سور يحمي العائلات من الهواء والبرد والعوامل الطبيعة. صح. أنشأنا صالة للألعاب الخاصة بالأطفال. حلو. لحمايتهم من الأمطار والهواء البارد. يعني مكان مسكر. نعم مغلقة. صالة ممتاز. مغلقة بمساحة 2400 متر. ممتاز. الحدث الأهم كذلك في القرية هو مدينة الكويت القديمة. الله. التي تمثل الكويت القديمة بدكاتشينها وببيوتها وبطبيعتها كما كانت. البيوت والحوش موجود. البيوت والحوش والكويت قبل. الكويت القديمة يعني كويت زمان يعني الحقيقة. فهذه المدينة حتى كثير من اللي زاروها قالوا تصلح مدينة إعلامية للإنتاج الإعلامي التراثي. إحنا ما عندنا مشكلة نروح وياكم. جزء من الجانب الخاص بالإعلام التراثي. لكن للأمانة يعني القرية فيها أنشطة أهم من الأبنية. يعني إحنا لدينا هذا العام أنشطة استحدثناها لأهل الكويت جميعا وكذلك دول مجلس التعاون. من هذه الأنشطة الأعمال الشبابية الخاصة بأعمال الشباب والمشاريع الشبابية. المشاريع الشبابية. نعم. ممتاز. وكذلك المشاريع الحرفية للحرفيين اللي يشتغلون بالإيد لكثير من الحرف اليدوية. عاداتهم تقاليدنا القديمة. نعم هذه الحقيقة صالات مجانية خصصت لهذه الحرف. الجديد هذا العام بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه عملنا صالة للمتقاعدين. حلو. ما شاء الله. المتقاعدين يعني اللي عنده هواية أو موهبة. عنده عمل أو عنده منتج يرغب بعرضه أصبح فيه مجال أنه يعرضه من خلال قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية ويستطيع أن يسوق ويبيع بدون مقابل حتى مجانا.